اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابو زر من الاردن. هذا المعرض فرصة عظيمة جدا ان نلتقينا مع الاخوة الاتراك. صلحونا الاخوة الاتراك في لقاء هذا المعرض. تعرفنا على كثير من المنتجات التركية، وراح تكون احنا يعني فاتحة خير للتعاون بين احنا الشعوب العربية والشعب التركي في عدة مجالات. ان شاء الله يكون هذا المعرض بداية، هو مش بداية ولا نهاية ولا الامل، لانه احنا العلاقات العربية التركية علاقات يعني أخوية وقديمة متوصلة من 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 إرث عظيم بجمعها يعني أكثر من 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 تراث وأكثر من ديانة وأكثر من 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 تعاون عربي وتركي. إن شاء الله يكون هذا المعرض يعني شايف إن شاء الله يكون هذا المعرض يعني إحنا نتعرف على المنتجات والصناعة التركية. الحمد لله. حياك الله. أهلا وسهلا.